monnaie de slip. J'ai pas chier, quoi, carrément. لقراي كل شيء معك لقراي كل شيء كيفاش تحب تقول لي انت اللي بعد انتي مخفيتش الباك وقعدت تخدم وتخلص كيفاش وانا كملت قرايتي واللي قاعد كيف فهمتني القرايه كل شيء المفيد نعرف فهمتني عاصمة روسيا شني نعرف الهكتار قداش فيه من متر وين انا خير منهم لعبت هذوم وهم عندهم فولورز وانا ما عنديش هما عندهم فول علاش يدفعوا فيا وانا يدفعونيش والله ورزكم عملت جيم بلاي تاع فري فاير عملت جيم بلاي تاع فري فاير تفرجوا فيها شري نعمد وحطوا لي فيش كان جيم والله العظيم راهو وذوما ما يعرفوش الديكامتر قداش فيه من متر مربع يتبعوا فيها 200,000 يتبعوا فيها 200 ويعطي في رايه كيفاش تعطي رايك انت كان انا نعطي رايي خاطر ديالك كملت قرايتك انت ما تعطيش رايك تعطيش تقرأي كل شيء في الدنيا تخلص ولا ما تخلصش منه معقدين عبيد معقدة من الاخر عبيد معقدة اخوي يلا نتعدي باه اللي يقصدوه هم انهم مثال للشعب هذوكم مش كيما تجيب انسان عادي مثال للشعب مثال للشعب هذوما مثال للشعب قالك ما انا مثال للشعب برسي ثبت فيا ملي بجي ربي لحظ ادخل اشتر راسي من التالي السيلفر راسي من هنا اكحل قاعد خويا نهار كامل على كرسي قالك نتكيف في ستريم مثال للشعب انا شوف انا مثال للشعب معناتها عبد كيفي هنا نهار كامل هو قاعد مثال الشعب بجي يا ربي شكون اللي قالها مثال الشعب برس امك حسب يظل يحسب رايه هو هذا مثال الشعب حسب رايه هو مثال الشعب قال لا من بابش كمل نحكي بدي قال مثال الشعب غالط من الاول انت برب انا راهم عباد بدات بالصفر افيك اون ايدي ووصلوا اللي هو ما فيه يعطيهم الصحه اشترها بدكم انت يا بطاله يا تضرب في شعرية مصمر في حيط وينبروا على الفيسبوك فاكس تاخو حقك خويا مانيش مش كامل نقرا اما بون اللي بلي انت تدافع عليهم خاطرك واحد منهم فهمتني انا خويا نعطيها انجازاتي الطفل هذاك عمري 18 سنة خدمت في التلفزة اصغر مقدم برنامج في تاريخ تلفزة عمري 23 كنت بروديوسر اصغر بروديوسر في تاريخ تونس عملت 100,000 ابوني في شين تا جيمينج اول واحد يا 100,000 في شين تا جيمينج طلعت للجيمز كوم عيطت لي شركه اسمها يوبي سوفت اول واحد طلع للجيمز كوم عيطت له شركه اسمها يوبي سوفت شركه عالميه تستعرف تبيع وهو فهمتي من تونس ولد بالفل اللي قدامك اسمه موجود في وست جو اسمها واتش دوكس اشنيه انجازاتك انت تفرح مكبيم حتت لا لحظه قص موزيكا فهمتني تتفرج في ليش فيلم تتفرج في كيفن هارت يعمل في ستاند اب كوميدي تقول شنو هي انجازاته شيء ابيتي راه يضحك انترتينر قاعد يضحك شنو هي انجازاته لازمك توا تقول لي شنو هي انجازاته يا بنتي قاعد يضحك انترتينر انت كتبدا فاده تتفرجي فيه تعمل لا اشنية الانجازات بتاعو انا توقل طلع الذرة هو طلع الذرة شنية اعطيني شنية الانجازات شنية صنع صاروخ طلع للقمرة ولا ما طلع كان ما طلعش القمرة ونتفرش فيه كان طلع القمرة ونتفرش فيه شنية الانجازات قل لي شنية الانجازات بتاعو فين الكونتت ما ندروش صحيح هو ما يستريميو كل يوم اما فين الكونتت ما ندروش شنية الانجازات تراه هذا يحكي بالعرش فيه اش حط تصويرة هذا هي بيدها بعد ما عملت اكل الريبلايز ذوب الكل فهمتني عاود عملت كومنتير متاع
واحدة تشرب في كاس ماء ولا لوالب. I don't care. ذل سلطة. قلت لك شنية الإنجازات بتاعو أنا. شنية الإنجازات بتاعو. بايم ما عندهم مش إنجازات. ردني أنا وعمري 5 سنين. أنا عملت النظرية. عملت نظرية بيتاغور. فهمتني؟ حطيتك نظرية بيتاغور وعملتها فهمت الكل وحفظتها نظرية بيتاغور. ريتها بي. ريتها بي. 3.14.6. الكل حفظت هذيك. حفظت. ريتها بي اللي ما يعرفوش قداش توفى. أنا نعرفها قداش توفى. أنا نعرفها قداش شوف انا الكالكولاتريس ريتها الكالكولاتريس حفظتها الكالكولاتريس ريتها من داخل كيفاش تخدم الكالكولاتريس انا عمري 4 سنين خدمت الكالكولاتريس من غير بطارية ومن غير طاقة شمسية خدمت الكالكولاتريس هذا انجازتي انا إلي ركزي معاي ترى الالغوريتم الالغوريتم شنو الالغوريتم ما نعرفوش انا عامله ايكو انا عامله ايكو نسحب 9 في الايكو فهمتني والانجازات بتاعي عملت فهمتني الشركه وهميه فهمت فوق الورقه وحسبتها قداش الدخل في العام انت انا نعرف عاصمه روسيا يا بنتي ركزي معايا ركزي معايا يا بنيه عمي ركزي معايا باه الادوب بريمير برو شكون هو ذا شكون هو ذا يا بنتي الادوب بريمير برو ما نعرفوش ما فما برو كان البرو 3 كان البرو 3 فهمت فما البرو 3 وفما فهمتني مسلسل واحد اخر اللي تفرج فيه في تركيا في الام بي سي مصر فهمتني فما ذاك الزيت ذاك الزيت نعرف فيه واحد يعيطوا له برو نعرفوا البرو باهي الاو بي اس شكون عباس نعرفوا عباس ابن فرناس هذا معروف من قبل يا بنتي او بي اس عباس نعرفوا عباس موجود حتى فيك المسلسل بتاع اللي بالشلاغه هذاك باب الحاره موجود عباس فيه يا بنتي ليه يا بنتي ركز فهمت عباد معقد عباد مرضى عاش تسمعوا كلامهم بالشي اللي يعملوا فيه والشي اللي يحبوا يعملوه وانت عمرك اللي وصلت للشي اللي تحبيت تعمله قاعدة تبروجيكتي حكاية بسيكولوجيك قاعدة تبروجيكتي في الغلط متاعك في الفشل متاعك على العباد الاخرين وتحس الدنيا انفيرة تحس اللي الدنيا فهمتني يقول لك الدنيا تعطي كل الغفاص ليه أخوي الدنيا تعطي اللي يجيبها بذراعه والدنيا تعطي للخدام أخوي حتى واحد في الكود تكريت بالزاذوبة بخلاف البنات فهمتني خاطر ما نعرفش عليهم فيش قادر يعملوا فما حتى واحد في ذوما ما وصل لم الفولورز إلا وصل يخدم في الخدمة اللي يخدمها من غير ما فكر من غير ما تعب من غير ما ضحى من غير حتى شيء كيما أي خدمة موجودة في الدنيا أما أنتم تستخيلوها سهلة وذاك هو الفرق الوحيد بيناتهم هما علاش ناجحين وذاك علاش الفرق انت فاشل قاعدة تنبر على الفيسبوك يمتع روسيا ومتع صورة في القرآن فن اخويا السجية فك على الزحف